السلام عليكم. وصلنا إلى النوع الثاني أو النوع الآخر من أنواع إدارة الذاكرة في نظم التشغيل، واللي هو يسمى البيجينج. البيجينج هو أيضا واحدة من أنماط إدارة الذاكرة في نظم التشغيل. اختلافها الرئيسي عن السيجمنتيشن أنه في السيجمنتيشن يتم تقطيع الذاكرة إلى قطع غير متساوية الحجم، أما في البيجينج فإنه الفيزيكال أدرس سبيس، يعني أو حيز الذاكرة الفيزيائي أو حيز العناوين الفيزيائي للعملية، كان بي نون كونتيجيوس، يعني يمكن أن يكون غير متجاور. طبعا هنا العملية is allocated physical memory whenever the latter is available. هنا يتم تخصيص ذاكرة فيزيائية للعملية متى ما توفرت هذه الذاكرة حتى وإن كانت هي غير متجاورة. هنا طبعا نستطيع تجنب ال external fragmentation، يعني هنا لن يكون هناك external fragmentation مثل ما كان موجود في ال segmentation. كذلك avoid the problem of varying sized memory chunks، أيضا نتجنب مشكلة تغير أو اختلاف أحجام قطع الذاكرة. يتم تقسيم الذاكرة الفيزيائية إلى قطع متساوية الحجم أو بلوكات متساوية الحجم نسميها الفريمز، وطبعا حجمها يكون من مضاعفات الاثنين، عادة ما بين 512 و 512 بايت و16 ميجا بايت. يتم تقسيم حيز الذاكرة المنطقي أيضا إلى بلوكات متساوية الحجم نسميها البيجز. لكي نقوم بالتمييز بينهما، يعني النصيحة أنه physical frames logical pages، فهذه هي يعني القرينة اللي من خلالها نستطيع التمييز بينهما. أيضا حجم الفريم يساوي حجم البيج، الفريم موجود في الذاكرة الفيزيائية، البيج موجود في الذاكرة المنطقية. يتم متابعة كل الفريمات الفارغة في الذاكرة الفيزيائية لكي نضع في داخلها بيجات يعني عندما نحتاجها. لكي نقوم بتنفيذ برنامج معين يتكون من N من البيجات، يجب أن نجد N free frames to load the program. يعني إذا جاءنا برنامج معين كان يتكون من N من البيجات اللوجيكال، طبعا نحتاج أن نجد N من الفريمات في الذاكرة الفيزيائية لكي نقوم بوضع البرنامج في داخلها. نحتاج أيضا أن نقوم بضبط ما يسمى بالبيج تيبل، واللي هو أيضا يتم وضعه في الذاكرة الرئيسية لكي يقوم بالتحويل ما بين اللوجيكال والفيزيكال أدرسز. باكينج ستور لايك وايز سيبريت انتو بيجز، الذاكرة الباكينج ستور يعني اللي هو الهارد ديسك أيضا يتم تقسيمه إلى بيجات أو فريمات. still have internal fragmentation problem، يعني طبعا تخلصنا من ال external fragmentation ولكنه لدينا مشكلة ال internal fragmentation، لأنه هنا القطعة راح تكون ثابتة الحجم، فإذا كان في داخل القطعة مثلا جزء من الذاكرة مستخدم وجزء آخر غير مستخدم، هذا الجزء الآخر غير مستخدم راح يكون internal fragmentation والذي لن نكون قادرين على الاستفادة من عنده. ال address translation scheme طبعا مشابه إلى حد كبير إلى يعني طريقة تحويل العناوين الموجودة في ال segmentation. ايضا العنوان الذي يتم توليده من قبل المعالج يتم تقسيمه الى جزئين، الجزء الاول اللي هو البيج نمبر، هناك كان سيجمنت نمبر، هنا عندنا البيج نمبر، والبيج اوفسيت ايضا هناك كان السيجمنت اوفسيت، هنا راح يكون البيج اوفسيت. البيج نمبر راح يكون هو كاندكس او فهرس الى البيج تيبل، والذي يحدد لنا عنوان بدايه البيج او رقم هذه البيج في الذاكره الفيزيائيه. البيج اوفسيت طبعا راح كومباين يعني يتم دمجه مع البيز ادرس من الفيزيكال ميموري لكي يعرف الفيزيكال ادرس النهائي. هنا راح يكون عندنا بي ودي، هناك كان عندنا اس ودي، هنا راح يكون عندنا بي ودي. البي هو البيج نمبر ودي هو الاوفسيت او ديسبيسمنت. هذا حجمه راح يكون ام ناقص ان، وهذا راح يكون حجمه ان. اذا كان لدينا اللوجيكال ادرس سبيس هو 2 اس ام والبيج سايز هي 2 اس ان، فهنا اذا عرفنا البيج سايز راح من خلالها نستطيع معرفه قيمه الان، واذا عرفنا اللوجيكال ادرس سبيس راح نعرف من خلالها قيمه الام، وعلى هذا الاساس نستطيع تقسيم البي والدي. هذا طبعا ممكن تكون عليها مسائل رياضية، ممكن يعني ناخذ عليها أمثلة بالأرقام إذا حبيتوا هذا الشيء، يعني ذكرونا هذا الشيء بالتعليقات. البيجينج هاردوير اللي هو أيضا مثل ما ذكرنا مشابه إلى حد كبير للسيجمنتيشن هاردوير. الفرق الرئيسي أنه هنا ما عندنا بروتكشن، لأنه ليس هناك أحجام مختلفة للسيجمنتس هنا، لأنه البيجز هنا يكون حجمها ثابت، فالسي بي يو راح يقوم بتوليد اللوجيكال أدرس. اللوجيكال أدرس يتم تقسيمه إلى بي ودي. البي ناخذها كاندكس الى البيج تيبل لكي نعرف من خلالها الفريم نمبر. الفريم نمبر راح ناخذه ونقوم بدمج الديسبيسمنت معه لكي نحصل على الفيزيكال ادرس. الفيزيكال ادرس طبعا راح يذهب الى الذاكره الفيزيائيه لمعرفه مكان الفريم المقابل لهذا البيج الذي قمنا بطلبه. يعني المعالج يقوم بطلب فشيء اسمه بيج، الا انه الذي يتم جلبه من الذاكره الرئيسيه اللي هو الفريم، لانه مثل ما ذكرنا هي الفيزيكال ميموري. هذه بعض الأمثلة بالأرقام يعني يعني كشيء مبسط عن العملية اللي تحصل. اللوجيكال ميموري اللي يراها المعالج هي تتكون من الشيء التالي: بيج 1، بيج 0، 1، 2، 3. البيج تيبل راح يتكون من الترانزليشن أو التحويلات التالية: أنه 0 موجود في ال 1، ال 1 موجود في ال 4، وال 2 في ال 3، وال 3 في ال 7. فالمعالج مثلا إذا طلب البيج 0
راح يذهب إلى البيج تيبل، فيلاحظ بأنه البيج 0 موجودة، موجودة في الفريم رقم 1. يذهب إلى الذاكرة الرئيسية، يجد الفريم رقم 1 يحتوي على البيج 0. نفس الحالة بالنسبة للبيج 1، البيج 1 أين موجود؟ في الفريم رقم 4. نأتي إلى الفريم رقم 4 نجد البيج 1. البيج 2 موجودة في الفريم رقم 3، الفريم رقم 3 موجودة في داخل البيج 2. وأخيرا البيج الثالثة موجودة في الفريم رقم 7. نأتي إلى الذاكرة الرئيسية فنجد الفريم رقم 7 يحتوي على البيج 3. هذا هو يعني المقارنة ما بين اللوجيكال ميموري والفيزيكال ميموري. التحويل الرئيسي الذي يحصل فيما بينهما هو عن طريق البيج تيبل. هذا مثال آخر أيضا عندنا هنا. البيج الأولى موجودة وين؟ في داخل الفريم رقم 5. فنجي نحسب 0 1 2 3 4 5. هذا هو البيج الأولى موجودة في داخل الفريم هذا اللي هذا رقمه. كذلك البيج الثانية موجودة في الفريم رقم 6، 0 1 2 3 4 5 6. أيضا نجد أن محتويات البيج الثانية موجودة في داخل هذا الفريم. نفس الحالة بالنسبة للفريم الثالث، موجود في البيج الثالث موجود في الفريم الأولى واللي هي هاي هي محتوياته. هذه هي المحتويات، هي نفس هذه المحتويات. وأخيرا البيج الرابعة أو البيج رقم 3 موجودة في داخل الفريم اللي تسلسل 2، أيضا 0 1 2. هذه هي المحتويات. فهنا إذا أعطانا اللوجيكال ميموري وأعطانا البيج تيبل، بسهولة نستطيع كتابة أو رسم الفيزيكال ميموري من خلال هذه التحويلات اللي تحدثنا عنها. هنا طبعا هو ذاكر لك بأنه الـ N يساوي 2، الـ M يساوي 4، 32 بايت ميموري و 4 بايت بيج. هنا كيف نستطيع حساب الانترنال فراجمنتيشن؟ طبعا ذكرنا بأنه مشكلة الاكسترنال فراجمنتيشن تم التخلص منها، إلا أنه مشكلة الانترنال فراجمنتيشن ما زالت موجودة. كيف نستطيع التخلص من أتها؟ إذا كان لدينا البيج سايز، حجم البيج الواحد هو 2 كيلو بايت اللي هو 2048 بايت، وكانت البروسيس سايز حجم البروسيس كاملة هو 72766 بايت. هنا طبعا راح نقوم بتقسيم هذا الرقم على هذا الرقم، راح يطلع عندنا 35 بيج وعندنا 1086 بايت. هذه يعني إضافية، يعني لا يمكن، يعني ليست هي على حجم بيج كامل. يعني 72,677 تقسيم 2048 الناتج هو 35 والمتبقي هو 1086. الانترنال فراجمنتيشن اللي هو المساحة الفارغة الموجودة في داخل أحد البيجات والغير قابلة للاستخدام، هي حجم البيج الواحد ناقصا المقدار المتبقي عندنا، يطلع عندنا 962 بايت. هذه هي تعتبر انترنال فراجمنتيشن لأنه هي موجودة في داخل بيج معين لا يمكن استخدامها من قبل العمليات الأخرى، وفي نفس الوقت هي غير مستخدمة من قبل هذه العملية. فالورست كيس فراجمنتيشن يعني أسوأ حالة تحصل عندنا بالفراجمنتيشن إذا كان حجم الفريم الواحد هو 1 بايت، ولهذه تعتبر يعني حالة يعني سيئة جدا. كم معدل عادة الفراجمنتيشن يصير عندنا؟ هو على قد نص فريم سايز. يعني عادة إذا قمنا ب يعني أخذ الكثير من هذه الأرقام وأخذنا الأفرج الخاص بها، راح نجد بأنه أقصى شيء ممكن أن تصل له أو كمعدل للفراجمنتيشن هو نص فريم سايز. فكلما كان الفريم سايز أكبر، كلما كان عندنا فراجمنتيشن انترنال فراجمنتيشن أكبر، وبالتالي السمول فريم سايز ديزايربل. ولكن هل هو ديزايربل في كل الحالات او لا؟ هذا شيء طبعا يعتمد على التطبيقات. But each page table entry takes memory to track. يعني كل واحد من البيج تيبل يحتاج انه تصل يعني وصول الى الذاكره على مود نقدر نعرف الى اين يمكن تحويل البيج الى الفريم. فالبيج سايز جرو اوفر تايم، يعني حجم البيجز يعني يزداد مع الوقت. في السولاريس، نظام تشغيل سولاريس يدعم حجمين من احجام البيجز، احدهما 8 كيلو بايت والاخر 4 ميجا بايت. البروسيس فيو اند فيزيكال ميموري ناو فيري ديفرنت. هنا بالسيجمنتيشن ذكرنا بانه تقسيم الذاكره المنطقيه والفيزيائيه هو مشابه تماما الى اليوزر بوينت اوف فيو. هنا عندنا البروسيس فيو والفيزيكال ميموري راح تكون مختلفه تماما، لانه احنا كنا ننظر على انه هي قطع رئيسيه. حاليا ممكن البرنامج الرئيسي اللي هو المين بروجرام او المين فانكشن ممكن تقسيمها الى عده بيجز. فهنا راح يكون عندنا اختلاف ما بين ما نعتقده عن البرنامج وما بين الحقيقة هذا البرنامج في داخل الذاكره. باي امبلمنتيشن بروسيس كان اونلي اكسس اتس اون ميموري. طبعا هنا ما نحتاج بروتكشن، لانه يعني احنا نعرف كل بروسيس كم عدد البيجز الخاصه بها، وبالتالي فهي ستستطيع الوصول فقط الى الذاكره الخاصه بها، وبالتالي ما احتاجينا البروتكشن اللي كنا نستخدمها في الميموري مانجمنت يونت والكونتيجوس الوكيشن دايناميك الوكيشن وحتى بالسيجمنتيشن. هنا ايضا عندنا فري فريمز. مثلا اذا كانت لدينا هذه الحاله قبل الالوكيشن، اذا كانت لدينا هذه الفريمات الفارغه وكانت لدينا هذه النيو بروسيس واصله حديثا، فهذه النيو بروسيس ممكن انه نقوم بتخصيصها الى هذه الفريمات. الذاكره الرئيسيه موجوده في هذه الحاله 13 14 15 و18 و20 هذه فارغه،
وهذه الملونة بالأزرق هذه اللي هي يعني occupied مشغولة من قبل العمليات الأخرى. ممكن هنا سنقوم بوضع هذه النيو بروسيس اللي هي تتكون من بيج 0 1 2 3 4. نقوم بتكوين نيو بيج تيبل خاص بها، وليكن مثلا البيج 0 نضعها في الفريم 14 لأنه هو فارغ، البيج 1 نضعها في الفريم 13 مثلا، البيج 2 نضعها في الفريم 18، والبيج 3 نضعها في الفريم 20 اللي هو معناتها أخذ احتاجنا 4 بيجز أو 4 فريمز. فأخذنا أول 4 فريمز فارغة في الذاكرة وضعنا في داخلها هذه العملية الجديدة، فأصبحت لدينا نرى أنه البيج 0 موجودة في داخل الفريم رقم 14. نأتي إلى الفريم رقم 14 نجد في داخله البيج 0، بالبيج 1 موجودة في داخل الفريم رقم 13 هذا هو، البيج 2 موجودة في داخل الفريم رقم 18 هذه هي، وأخيرا البيج 3 موجودة في داخل الفريم رقم 20 هذه هي، ويبقى عندنا فقط الفريم الفارغ هو الفريم رقم 15 اللي هو كان آخر واحد موجود عندنا هنا. فهنا تلاحظ بأنه before allocation وهنا after allocation، يعني هنا كانت الذاكرة في لحظة معينة وعندما وصلت عملية جديدة قمنا بتخصيص جزء من الذاكرة لها، فأصبحت عندنا نتيجة بهذه الصورة بعد اكتمال عملية التخصيص. طبعا ايضا يعني تمثيل البيج تيبل مثل ما ذكرنا سابقا بالنسبه للسيجمنتيشن كان عندنا سيجمنت تيبل بيس ريجستر وسيجمنت تيبل لينث ريجستر. هنا بالضبط مثل ما هي عندنا بيج تيبل بيس ريجستر والذي بوينتس تو ذا بيج تيبل يحدد مكان البيج تيبل في الذاكره، والبيج تيبل لينث ريجستر اللي هو يحدد حجم هذا البيج تيبل. في هذا النوع من يعني اداره الذاكره كل وصول الى بيانات او اعازات يحتاج وصولين الى الذاكره، الوصول الاول الى البيج تيبل والوصول الثاني الى نفس هذه البيانات. يعني نحتاج مثل ما تلاحظون هنا في هذا المخطط هنا المعالج لكي يستطيع الوصول الى بيانات معينه هنا يحتاج اولا ان يصل الى البيج تيبل اللي هو يعني ايضا موجود في الذاكره، وبعد ان يحصل من هذه البيانات يعني من عند على الاف ايضا يصل الى البيانات الحقيقيه اللي هو يطلبها مره ثانيه. فهنا راح يصير عندنا تو ميموري اكسسز، يعني هذه معناتها دبل ذا ديلي، يعني التاخير راح يكون عندنا مضاعف. على مود نحل هذه المشكله نستخدم ما يسمى بالسبيشال فاست لوك اب هاردوير كاش اللي هو يعني ذاكره كاش سريعه من نوع الفاست لوك اب، نسميها الاسوشيتيف ميموري او الترانزليشن لوك اسايد بفر تي ال بي، وهذه طبعا يعني تركيبها ومواصفاتها راح ان شاء الله نتحدث عنها في المحاضره القادمه. خليكم معنا، شكرا جزيلا ومع السلامه.